يحل أو بعد دقائق قليلة من تمام الثالثة عصرا يحل فريق نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على كابس يونايتد بطل زيمبابوي بملعب هيراري الوطنية، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. يدخل الأبيض المباراة وفي جعبته 5 نقاط جعلته في المركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف كل من اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي، واللذان يمتلكان نفس الرصيد 8 نقاط، إلا أن بطل الجزائر يتصدر بفارق الأهداف، في حين يدخل بطل زيمبابوي المباراة وهو في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم صانع لعبه محمد إبراهيم الذي تعرض للإصابة بكدمة في أحد تدريبات الفريق بهراري.